نور فينك؟ ما شفتكش من ساعة ما اتخرجنا. مش هشوفك ولا ايه؟ انا سبت لك اكل في التلاجة، بس ما تحرقش نفسك وانت بتسخنه. تمام. واه صحيح، ما تنساش تغسل المواعين. مساء الخير استاذ نور، معاك عبد الله من شركه اميرال. كنت حابب ابلغ حضرتك بس ان ميعاد الانترفيو بتاعي بكره الساعه 4، يا ريت متاخرش. انا نازل دلوقتي على الانترفيو. ازيك يا نور، عامل ايه؟ تمام الحمد لله. كلمني اكتر عن نفسك. انا نور، عندي 25 سنه. وبعرف اتعامل تحت ضغط كويس جدا، وبخلي كل طاقتي وقوتي في. انا شايف السي في بتاعك انك مالكش خبرات قبل كده في شغل، والبورتفوليو بتاعك مش كبير، مع ان في ناس كتير دفعتك واصغر منك كمان عاملين بورتفوليو وعندهم خبرات في السوق. ايه سبب؟ والله ممكن عشان بس ما جاتليش يعني فرصه شغل. مش هتاكل يا نور؟ لا مش عايز. يعني هو لو ما اكلتش هتقبل في الشغل؟ الو، ايوه استاذ نور معايا. ايوه انا نور سليمان، معاك عبد الله من شركه اميرالد. كنت حابب بس ابلغ حضرتك انك اتقابلت معانا في الانترفيو، ممكن حضرتك تكون موجود من بكره في الشركه. بجد؟ شكرا جدا. انا كنت ببعت لك الفويس نوت ده عشان اقول لك ان انا كنت مبسوط قوي، كنت حاسس ان انا مرتاح. شكرا قوي على اليوم ده.